نعم سيدي. هل وضعتم حدوات الخيول؟ نعم سيدي. سنسلك طريق كيزي الحصار. لابد أن الكفر تلقوا خبر خروجنا. الكفار يخططون والسيد يفسد خططهم. عياب، ليس هناك المزيد من الوقت. عياب، إنهم يقودون خيولهم إلى الموت دون أن يعلموا ذلك. ليس عثمان فحسب، سنقتلهم جميعا. ألسلمو، ستروى هذه الأرض اليوم بدم الأتراك، لا تشك بهذا. تعال لنرى يا سيد عثمان، تعال. فلتلقوا نظرة. أمرك سيدي، أمرك سيدي. أعطه الماء. عثمان! مالهون! إن شاء الله ابنتي، أنت بخير؟ بخير، لكن لدي شعور سيء. عساه خيرا إن شاء الله. عثمان! إنه شبع، لماذا لا ينام؟ سيدي! سيدي!
يا رجال مالهم؟ اهجموهم! أرجوك احفظ أبنائي يا ربي. هيا نم بعمق يا بني، فلينم وليكبر بطلي، سوف يأتي والدك قبل أن تعود العصافير. عثمان! من هن؟
تموت الآن، فلتموت. سنصطاد هذه الثعالب واحدا واحدا في الغابة. انسحبوا إلى الغابة. عثمان، لا تسمحوا له بالهرب. عثمان، تعال هون. هل أنت بخير؟ بخير. أنت بخير أخي؟ جرحي بخير بورا، لكنني لست بخير. لن أكون بخير قبل أن أقتل من نصب لنا هذا الفخ. بإذن الله سنفعل، لكن لنجد سيدنا أولا. هيا لنذهب إذن. هيا 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 يا إخوتي. سيدي جيركوتاي، 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 توقف توقف، سأضمد جرحك. أكبر جرح لا يمكن تضميده. سيدي ستموت بسبب هذا النزيف.
جيركوتاي لا يموت. ليس قبل أن يجد سيده. أيها المجنون، سيدي جيركوتاي، هل هناك أثر؟ لا، وأنتم لم تجدوا أثراً صحيح؟ لن أغادر هذه الغابة قبل أن أجد سيدي. إن فعلوا شيئاً بسيدي سألاحقهم حتى تسقط السيوف من يدي. لا تتكلم بغباء جيركوتاي، من يكون هؤلاء حتى يؤذوه؟ يكفي كلاماً، السيدة مالهم بجانبه، إن شاء الله نجدهما سالمين. الغابة كبيرة، هيا. أيقول انتظري، سنبحث دون أن نفترق، هكذا أفضل. كلامك صحيح، جميعنا لن نتوقف قبل العثور على سيدنا. يا إخوة ابحثوا جيدا عن سيدنا وعن زوجته، هيا هيا هيا. إلى أين تذهبان؟ ستسفك الكثير من الدماء اليوم. من ستسفك دماؤه هو أنت؟ أنتظر هذه اللحظة منذ زمن. تعال إذن أنسلمو. أنا لا أخاف. كلما رفعت سيفي بمكان تظهر أنت من تحته. لقد قتلت محاربي وحاولت قتل زوجاتي وقتل ابني الذي لم يولد بعد. هل
الآن حان وقت موتك. أرجوس، واصل البحث مع الوحدة المتبقية. إياك يا أرجوس، إياك أن تعود دون أن تحضره معك. إياك، سأقتل عثمان هنا اليوم. سأقتل عثمان. أمرك سيدي. أنتما هيا تعالا. استمروا. اجلس، ارتح قليلا. هيا مالهن. عثمان، اشعلي النار، اشعليها. هيا عثمان، تحمل قليلا. حالة دمي لا تسمح بالنزيف. هيا عثمان، عثمان.
يا شافي يا معافي يا شافي. تحمل يا عثمان. حسنا حسنا هزلته هزلته. انتظر. عثمان يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي تحمل يا شافي يا شافي يا شافي. يا شافي يا شافي امنح عثمان القوة يا رب امنح عثمان القوة. لن يحدث لي شيء. مالا أنت مصابة؟ ليس مهما يا عثمان. مالهم يجب كيو. سأفعل ذلك استرح أنت. يجب كيو الجرح. حسنا على مهلك. على مهلك ها على مهلك. لا تتعب نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. زوجتي الشجاعة مالهم. طالما أنت إلى جانبي كل الصعوبات ستمضي. أجل
أدامك الله، أدامك الله. أنت دائما تقفين خلفي كالجبل. لن أنهار لحظة يا عثمان، لن أنهار ولو للحظة. النور هو نهاية كل ظلام، وسنرى النور معا. إنه كذلك، إنه كذلك. سنخرج من هنا بعون الله يا مالون، وسنجد محاربينا، وسنقتل كل من يحاولون ثنيانا عن طريقنا. لن نتركهم أحياء، لن نتركهم أحياء. إن شاء الله يا عثمان، إن شاء الله. نصب كمينا لنا رغم كل تدابيرنا، هناك خائن في قبيلتنا. إذن لابد من العودة إلى القبيلة. لا، هناك من يفدي القبيلة بروحه. نحن سنذهب إلى إذنك، ولكن يجب أن نعثر على محاربين سالمين أولا. لكنك مصاب وبالكاد تقف على قدميك. لن أعود فارغ اليدين. الأهالي ينتظرون خبرا جيدا. حسنا، لكن من أين سنبدأ؟ الغابة كبيرة. سنجدهم مالون، سنجدهم. جيركوتاي، لابد أنه فكر بشيء. هيا. أخبرني، هل عثرت على أثر ما؟ لم أعثر، لم أعثر. لم دمنا لم نعثر على سيدنا، إذن ليعثر علينا هو. Ha 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 ha
ساعده. سيجدنا أخي المجنون.